ولمزيد من النقاش والتحرير حول هذه المشكلة التي يعاني منها الشعب العراقي نتيجة أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي والتداعيات الاقتصادية لذلك، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. من جديد، وكما تلاحظ الحكومة تعتمد سياسة الاقتراض للخروج من مأزقها المالي، تكرار هذه السياسة على ماذا يدل؟ أليست هناك طرق أخرى سوى الاقتراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها، وتحية لمشاهديكم الكرام. السياسة الاقتصادية في أي بلد بالعالم تعتمد بالأساس على تقوية الناتج المحلي والإيراد المحلي الداخلي، ومن ثم هذا يؤدي بمجمله إلى قوة العملة المحلية لأي بلد في العالم. هذا المنطق الذي يسوق كل بلد في العالم مهما كانت نسبة الفساد التي فيه. نحن نتحدث من جانب الاقتصادي، الصرف باللحظة هذه اللحظة. أما العاملين على الذين أتى بهم المحتل الأمريكي إلى العراق عملوا على العكس، وهذا حقيقة يشير بكل وضوح أنهم لا علاقة لهم لا بالاقتصاد ولا مصلحة المواطن، لأنه أنت الآن القائمين على الأمر في العراق كيف يقومون بإضعاف عملتهم المحلية أمام عملة أجنبية؟ إذن هم ولاءهم ليس للدينار العراقي، وبالتالي ليس ولاءهم للعراق، ولاءهم لمن يملك الدولار أيا كان هذا، ويملك السلطة التي أتت بهم. هم يعملون لمصلحة دول خارج العراق والدول التي أتت بهم، وهذا واضح جدا. أما التبرير بإضعاف العملة العراقية هو لأنه تقليل نسبة التضخم في السوق العراقي وكيفية صرف الدولار والرواتب وما إلى ذلك. التقرير الذي نشرتموه قبل قليل أن وزارة المالية لا تعرف عدد موظفين القطاع العام، هذه طامة كبرى. تعرف يعني أنت لا تستطيع أن تقدر الشيء على سوق غير واضح المعالم، يعني أي دائرة. وهذا يدفعنا للسؤال، من يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي إذا كانت الحكومة لا تعرف عدد موظفيها ولا تعرف طبيعة الإيرادات وأين تذهب الأموال الطائلة التي تجبى من إيرادات النفط الهائلة ومن غيرها؟ فمن يتحمل المسؤولية؟ والله هي المشكلة الآن واضحة جدا. الذي يتحمل المسؤولية هي الأحزاب والسلطة الحاكمة في العراق التي أتت بكل اللصوص من كل دول العالم وفتحت السوق العراقي للاستيراد، ومن ثم أوقفت عجلة التطور داخل العراق تماما، قتلت الصناعة والزراعة وقتلت كل حتى الحرف البسيطة قضت عليها، أصبحنا دولة مستهلكة بشكل كبير. فبالتالي كل ما يوجد على أرض العراق الآن إلا ما ندر من المبادرات الفردية للناس وليست للحكومة هي التي تمول جزء من الحالة المعاشية للفقراء، أما المسؤول المباشر هي السلطة التي تعمدت على نهب أموال الناس بشكل كبير. الآن من أين اقترضت في المرتين السابقتين، والآن من أين اقترضت، ومن هؤلاء الأشخاص، وكم كان معهم في عام 2003؟ يعني يجب أن نتكلم بصراحة، ويعرف الشعب العراقي أن الذين أقرضوا هذه الحكومة هم اللصوص الذين سرقوا أموال العراق خلال 17 سنة الماضية وأنشأوا مصالح وبنوك وما إلى ذلك، والآن يمولون يسرقون ويمولون ويتربحون مرة ثانية على ألم الشعب العراقي. هذه هي الحقيقة. نعم. المرة التي على ذكركم للشعب العراقي أستاذ هلال، يعني نحن نتكلم عن الشعب العراقي الآن، ولكن بعض المراقبين يقول بأن هذا الاقتراض المتواصل من الحكومة سينعكس أيضا على مستقبل أجيال قادمة في العراق. يعني أنت عندما تتحدث عن فئة رهنت واقع الحال العراقي حاضره وترهن مستقبل أجياله. نعم. يعني أي جريمة ترتكب بحق العراق، لأن الاقتراض سواء كان داخليا أم خارجيا المصيبة أنه يترتب عليه أرباح الربح المركب، وهذا الربح المركب لا يستطيع العراق سيصل في المراحل القادمة أن يدفع فوائد القروض وليست القروض بذاتها، وهذا
هذه سياسة مدمرة حقيقة، يعني لن تنتجها دولة نفطية في العالم. يعني العراق من الدول النفطية التي العراق في التسعينات أثناء فترة الحصار لم يقترض رواتب موظفيه، وهو لم يصدر برميل نفط واحد. نعم يعني نحن نتكلم عن الإدارة المالية نعم، ونتكلم عن إدارة بلد هناك مشكلة مثل واضحة. العراق. نعم، شكرا لك سيد هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان. نعم.